أهلا بكم مرة أخرى ومشاهدينا فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة، الجزء الثاني من أحوال الناس. والنهاردة هنتكلم عن كيفية استيعاب الرأي الآخر وكيفية تقبل الآخرين. برحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ إبراهيم خطاب، خبير التنمية البشرية. أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. عايزين كده في البداية نعرف، إحنا يعني بقالنا إحنا طول عمرنا ما بنتقبلش رأي بعض، يعني خلينا نبقى صراحة، بس الفترة الأخيرة بقى كل اتنين عندهم رأيين مختلفين، فحتى الاختيارات اليومية في حياتهم بيتخانقوا، مش بس بيختلفوا يعني بيتخانقوا بيخصموا بعض، الأهلاوي بيخصم الزملكاوي اللي بيعمل مش عارفة إيه، وحد تاني بيعمل عكسه بيخصمه. إحنا إيه السبب اللي خلانا بقينا بنختصم بهذه الدرجة علشان بس لمجرد إن حد مختلف معانا في الرأي؟ طيب، هي الفكرة ليها علاقة شوية بالآخر، يعني مين هو الآخر، مين هو الطرف التاني، ايه الثقافة بتاعته، ايه الفكر. فكرة الأنانية بدأت تزيد، كل واحد شايف ان هو انا صح، انا اكتر، عندي مقدرة اكتر، انا بفهم اكتر، انا الافضل، انا رأيي صح، فبالتالي لازم تسمع الكلام، بفرض رأيي على الآخر. الرأي الآخر حد مختلف عني تماما، عنده أفكار، عنده رؤية، عنده ثقافة، تعليم، تربية مختلفة تماما، فبدأت العلاقة تقف، إنه أنا عندي تربية وعندي نشأة وعندي فكر مختلف والآخر مختلف عني. الشخص اللي أنا معرفوش، اللي أنا معرفوش أو اللي أنا أعرفه أو حتى اللي أنا أعرفه، الشخص اللي أنا أعرفه إزاي اختصم ما أنا عارفاه مختلف، هو أنا هو مختلفين في الآراء، أو أنا هو مختلفين في التربية، مختلفين في الثقافة، مختلفين في درجة الدين حتى، يعني عشان نقول في درجة التدين، مختلفين في الجزء الحاجات، كل واحد فينا بيشوف الدنيا بشكل مختلف. تمام. طب يعني ما هو ده نفس الشخص اللي انا مختلفه معاه وطول عمري مختلفه معاه، ما كنتش بتخانق معاه قبل كده، قد اختلف بس ما اختلفش. زادت نسبه التعصب اكتر، زادت نسبه التمسك بالراي. بصي، ازدادنا قله في المعرفه، خلينا نقول انه كل ما بنزداد، مش عايز اقول جهل اكتر او عدم ثقافه عدم ثقافه، بنزداد تعصب. يعني كل ما الانسان بيزداد عدم ثقافه بيزداد تعصب. عدم ثقافة بمعنى ايه؟ عدم ثقافة بمعنى معرفش اللي عن يعني اللي قدامي بيتكلم عن ايه، ما حطش نفسي مكانه مثلا، ما حطش نفسي مكانه، ما تقبلش. عدم ثقافة بمعنى ان انا عندي كمية محدودة من المعلومات في دماغي ما بتزيدش، والدنيا بتزداد، الدنيا بتتطور، فبالتالي بتقل عندي نسبتي انا للمعرفة، بتكون قليلة قوي. الجزء ان انا اتقبل الرأي الاخر، انا ما بقتش عندي مساحة ان انا اعمل ده. تمام. طيب، الناس بقت بتعمل يعني نشوف مثلا خناقة كبيرة جدا وخصومة ما بين اتنين علشان رأي في حاجة معينة، زي ما حضرتك قلت في اختلاف في درجة التدين أو كل واحد شايف الموضوع من وجهة نظره. يعني بعد كده الشخص اللي هو بيتخانق ده بيخاصم الآخر، وبيخاصم اللي زيه، وبيخاصم اللي شبهه في الفكر، وبيخاصم اللي عندهم نفس العقائد أو المعتقدات يعني، فبيبتدي يكبر المجموعة اللي هو مخاصمها أو عامل معها، وما بتبقى عداوة، يعني ممكن يشتبكوا مع بعض حتى بسبب الخلاف في الرأي. حلو. دي بتيجي شوية عندنا مشكلة في أسباب اللي بتخلينا عندنا التعصب ده وعندنا عدم تقبل الآخر، حاجة في التربية اللي هي تربية على الرأي الواحد بداية من التربية، وفي ملهاش علاقة التربية على الرأي الواحد، ملهاش علاقة بالدين بشكل عام، هي ليها علاقة بالثقافة أكتر. أنه أنا بتربى على انه رأي واحد هو اللي صح، رأي البيت، الناس غلط، رأي بابا مثلا هو اللي صح، وبابا بيفرض رأيه عليا في البيت، او ماما، او اي يعني طرف في البيت هو اللي بيتحكم في كل حاجة. فده بيحصل انه انا مبقاش ليه رأي بعد شوية، فمجرد ما يكون ليه رأي او مساحة اراء، فبتبدأ المشكلة عندي تظهر وتبان. تمام. وكل ما بدأ المعرفة تقل، كل ما زادت عندنا مساحة الجهل، كل ما زاد عندنا مساحة ان احنا عدم تقبل للآخر. طيب فندم، لو افترضنا مثلا ان دول ناس بيعملوا في نفس المكان، المجال، او في نفس المجال وحصل بينهم ده، احنا يعني المفروض ان احنا دلوقتي عايزين ندرس فن التعامل، هنتعامل ازاي، كل واحد يتعامل مع الاخر ازاي، عشان بعد كده عايز حضرتك تعرف لي من هو الاخر اصلا. حلو قوي. طيب، قبل ما يعني عشان اتعامل مع الاخر، لازم اعرف اتعامل مع نفسي شويه الاول، يعني عشان اقدر اتقبل الاخر، عشان تطلبي مني ان انا اتقبل الاخر، لازم اكون متقبل نفسي الاول. عندنا مشكله تانية في المجتمع، ان الناس مش متقبله نفسها بشكل كبير قوي، كرايه وكوجهه نظره هو كشخص، هو مش متقبل رايه، هو مش متقبل نفسه، لا مش رايه، نفسه. يعني ايه مش متقبل نفسه؟ مش متقبل نفسه، مش راضي عن نفسه، مش راضي عن نفسه. كويس. فبيبقى عندي مشكله تانية صعبه، ان انا اتقبل وارضى عن الناس التانية.
تمام كويس. عشان عندنا مشكله ان قلنا الانانيه مثلا او التفكير الاحادي ان انا بفكر من طرف واحد بس. الشخص اللي عنده انانيه او اللي عنده مشكله محتاج الاول يظبط الحته دي بعدين نرجع تاني للناس. بس هي مش الانانيه دي صفه في البني ادم؟ يعني ازاي الواحد يبقى اناني وما يبقاش اناني؟ يعني واحد اناني عايز ما يبقاش اناني، وفي واحد شايف ان دي مش انانيه ان دي. طب عكس الانانيه ايه؟ الصفه العكس الانانيه ايه؟ عكس الانانيه مش عارفه اللي التعاون يعني بيسامح الناس بيتعامل مع الناس تسامح كويس؟ التعاون التعاون خلينا ننمي في الناس روح التعاون هتختفي الانانيه. ايوه فندم بس يعني طب ازاي؟ يعني طيب خليني اقول لك على نقطه يعني انا عايزه حاجه بالنفس. عمليه هقولك اقدر اطبقها مثلا طيب. على نفسي وعلى الناس دي اعملها ازاي؟ خليني اقول لك على حاجه. في الثقه بالنفس عندنا حاجه اسمها انه لازم الشخص يحب نفسه. لما نيجي نتكلم مع الناس عشان تكون واثق من نفسك لازم تكون بتحب نفسك. فاول كلمه لما تسمعي حب نفسك ليها علاقه بايه؟ بالانانيه. بالانانيه. طيب الشخص اللي بيحب نفسه مستحيل يكون شخص اناني. ازاي؟ ما هو بيحب نفسه. حلو قوي. يعني عايز لنفسه كل حاجه؟ لا ده الاناني، ده اللي ما بيحبش نفسه. اللي عايز كل حاجه لنفسه ده شخص ما بيحبش نفسه. انما الشخص اللي بيحب نفسه هو عايز يدي الناس كل حاجه لان هو عنده اكتفاء. عنده مساحه من الرضا والحب والسماحه والتسامح وكل الصفات الجميله دي جواه. فقادر يوزعها على الناس. كويس؟ يعني الاناني ما بيحبش نفسه؟ الاناني ما بيحبش نفسه لا. امال ليه عايز كل حاجه لنفسه؟ عشان هو ما بيحبهاش فعايز يرضيها. عارف عنده نقطه مشكله في حته فبيحاول يساعد نفسه او بيحاول يثبت لنفسه انه الرضا في الحته دي او انه هيبقى سعيد لو امتلك الجزء ده. علشان كده الشخص الاناني بيفضل طول عمره طماع. يعني بيفضل يلح ان هو عايز حاجه معينه ولما يحصل الحاجه دي بيلح على اللي وراها مش راضي. عمره ما بيقول الحمد لله. كويس. فعشان كده بنقول حب نفسك وتقبل نفسك هتقدر تتقبل وتحب الاخر. طب انا اتقبل نفسي ازاي؟ يعني واحد مش راضي عن نفسه، مش راضي عن شغله، مش راضي عن حياته. حلو. هيتقبل نفسه ازاي؟ تاني نقطه برضو احنا بنلف في نقطه كبيره الاصل فيها. انت بتعمل ايه؟ انت عايش في الدنيا ليه؟ ايه دورك؟ متبني الفكر ده ليه؟ لا عايش في الدنيا ليه ده في ناس كتير قوي مش عارفه ايه. ما هو عايش في الدنيا ليه محتاج تعرف انت بتعمل هنا ايه في الدنيا؟ ايه دورك؟ ربنا خلقك ليه؟ متبني الفكر ده ليه؟ ايه اللي شايفه صح؟ عند الشباب يا فندم. عند الشباب الاحباط بيخليهم هي الفكره في الشباب حياتي. اكتر التعصب بيجي من الجهل. التعصب بيجي من الجهل انه فلان قال ففلان ده نمشي ورا كلامه. لا انت متبني الراي ده ليه؟ يعني لازم تبقى عندك مرجعيه او فكره. لما اسالك انت ليه متبني الراي ده تقول لي عشان هو بيحقق لي 1 2 3. ولازم تبقى عندك قناعه ان ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشان هدف، عشان تعمل حاجه. دور دور محدد كمان محتاج تعمله. لازم تحترم هذا الدور اللي ربنا خلقك عشانه. لازم يعني تعمل بالدور ده وتحترمه لحد اخر لحظه. انت يعني شخص ليك معنى كبير جدا في الحياه وربنا مفضلك على باقي خلقه. يعني سيدنا عمر كان بيقول ان كل ميسر لما خلق له. فكره ان كل واحد فينا ليه جزء هو مخلوق عشانه. لو قدرت تكتشف انت بتعمل ايه هنا وايه الدور فعليا اللي انت مخلوق عشانه او مطلوب منك تعمله هتلاقي انه حياتك شكلها بقت افضل. هتتخلى عن التعصب. هقدر اسمع الناس سواء في دين، في سياسه، في كوره، في اي حاجه بشكل عام بمجرد السمع. عندنا في جزء كده انه الناس ممكن حد يسمع راي مخالف لرايه يبدا يهاجم من غير ما حتى يبرئ، يعني من غير ما اقول المبررات انا ليه متبني الراي ده. فطالما انت تبنيت الفكره دي يبقى انت غلط. كويس. احنا بنحاول نعمل مساحه شويه انه حضرتك. طب اما اسمع راي مخالف لرايي اعمل ايه؟ مبدئيا يبقى عندي مساحه السمع بس رقم واحد. اسمع يعني تمام. اسمعك بس للاخر. طب انا مش موافق على الراي اعمل ايه؟ بصي مش لازم تبقي صح ومش لازم تبقي غلط. يعني عندنا القناعه فكره انه لو انا صح يبقى انت غلط. ولو انا غلط يبقى انت صح. يعني لازم ممكن احنا الاثنين نبقى صح واحنا الاثنين نبقى غلط في نفس الوقت. عادي جدا يعني نقدر نتقبل ده. في مبدا ان هو السبعه والثمانيه. عارفه فكره انه لو انت قاعده مكانك هتشوفي دي سبعه وانا مكاني هشوفها ثمانيه. هي نفس الرقم لو بدلنا الاماكن. كل واحد فينا في مكانه شايفها بشكل. فمحتاج واحد فينا يعمل ايه؟ يبدل. انا هاجي جنبك يبدل بقى يحط نفسك مكان فلان يقول لك لا انا ما احطش نفسي مكان حد. ما هي السمع في الاول. يعني لو سمعتيني بس يعني لو فضلت تسمعيني تقولي على فكره انه انا شايفه ثمانيه فتقولي تمام وتيجي من جنبي فتلاقي انه فعلا انا شايفه 8. فاحنا هنا اتفقنا.
لو انت اتفقتي معايا في وجهه النظر تقدري تخليني اسمع كلامك واشوف الرقم 7 من ناحيه تانية. ولكن احنا عندنا طالما انا شايفها 7 وانت 8 يبقى انا صح وانت غلط. وانت ما بتفهميش او انت ما بتشوفيش او انت وجهه نظرك غلط. او في مبدا كان قاله ستيفن كوفي كده في كتاب اللي هو العادات السبعة، انه في مبدا في ناس بتتعامل بمبدا انه وين لوز، انا هكسب وانت تخسري. طالما انا هكسب يبقى لازم حد تاني يخسر. مفيش حاجه اسمها احنا الاثنين نكسب. بس يعني دي مش صحيحه. لا مش هم اربع عشان اربع حد يكسب يبقى الثاني بيخسر، مش شرط. وفي المبدا الثاني ان هو لوز وين، انه انا هخسر وانت تكسبي. في ناس كتير جدا بيحبوا الناس اكتر من نفسهم، فهيهموا سعاده الناس وما تهموش سعادته هو، يهمه ان انت تكسبي وهو يخسر. السعاده عنده لما بيشوف ان هو، بيكسب الناس. كويس. وفي المبدا الثاني اللي هو لوز لوز، خساره وخساره، انه انا هخسر وانت تخسري. ازاي؟ فكره عليا وعلى اعدائي. يعني لما اجي اخسر فانا مش هخسر لوحدي، ما عرفتش اخد اللي انا عايزاه فانا اناني بقى. ده هو الشخص الاناني، هو لما يجي يخسر مش هيخسر لوحده، هنعمل ايه؟ هيخسر كل الناس. طالما خسرت يبقى خلاص انا ههد المعبد. مش هو المكسب والخساره ده نسبي يا استاذ ابراهيم، يعني مش ضروري اللي انا شايفه خساره النهارده يبقى مكسب بكره، او ان انا شايفه صح النهارده يبقى خساره. الاغلب بصي اغلب الناس فكره ان الخساره النهارده، يعني ممكن اكون بخسر النهارده عشان اكسب بكره، عشان اكسب حاجه اكبر. لا، هو طالما خسرت يبقى انا بخسر دلوقتي. يعني اللي حضرتك بتقولي عليه ده فكر الناس شويه عندها بعد نظر. ببدا اشوف ايه اللي ممكن اكسبه من الجزء ده. طيب خليني اخلص الحته دي وهرجع اقول لك على حته المكسب والمكسب القريب والبعيد. يعني فالنوع الرابع هو افضل نوع، اللي هو وين وين، انا اكسب وانت تكسب، نوصل لارض مشتركه انه احنا الاثنين نكسب، مش لازم حد فينا يخسر وحد يكسب. ممكن حد يكسب اكتر من الثاني، ما هو نوصل لارض مشتركه، المهم ان احنا نكسب. لو احنا الاثنين شايفين ان احنا الاثنين هنكسب، مش هتبقى فارقه مين هيكسب اكتر. تمام، كويس. يعني حته الانانيه لو اختفت فمين هيكسب اكتر مش هتبقى دي مشكله، المهم ان احنا الاثنين نبقى كسبانين. ايه بقى اي نسبه؟ مش مشكله، مش مشكله، المهم ما نخرجش خسرانين. يعني ما نخرجش انا خسران او انت خسران، لا احنا الاثنين نخرج كسبانين. تمام. طيب حته المكسب القريب والبعيد، الناس فعليا بتشوف تحت رجليها اكتر. انه هخسر دلوقتي يبقى انا هخسر. عارفه فكره ان وراء كل منحه منحه، انه اي منحه بتيجي، اي محنه بتيجي وراها منحه من ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي عندها المبدا ده، ان انا طالما خسرت دلوقتي يبقى في مكسب تاني انا ممكن اكون مش عارفه دلوقتي. طالما حصلت مشكله، ضيق حصل يبقى دلوقتي، في مكسب. يبقى في مكسب جاي. مش كل الناس عندها القابليه ان هو يتقبل انه يدور على المكسب. لا، انه بيبقى يعني الانفعال بتاع الخساره مسيطر عليه تماما، فبيبقى شايف كل الدنيا سودة. انا خسرت بيبدا يدور على كل الاسباب اللي بتخليه حزين، يعني انا خسران فانا خسرت فانا يعني خلينا نتكلم مثلا في حد اتسرقت منه فلوس، اتسرقت عربي، اي حاجه، فبيفضل شايف طول الوقت قمه التعاسه، وانا اتسرقت وازاي، وبيفضل يراجع، طب انا ليه حصل كذا، طب انا مش عارف ايه، هذا طول الوقت عمال يفكر بسوداويه شديده، في حين ان هو ممكن يكون الحاجه دي اتسرقت منه فيجيب حاجه بعديها احسن بكتير قوي بكتير. الجزء بتاع الشغل تحديدا، لو سبت اي شغل في الدنيا الشغل اللي بعده بيبقى احسن منه. اي شغل بتسيبه في كل الاحوال، في كل الاحوال بيبقى فيه خير، يعني ربنا كاتب الخير. ممكن تسيب تروح شغل اقل شويه، بس بعد كده تروح شغل اعلى. المهم انه لما تسيب شغلك بيبقى وراه شغل افضل. لان الشغل تحديدا انت في مكان هنا سبتيه هتروح المكان افضل، يعني بتحاولي ترتقي. كل الناس بيبقى خايف يسيب شغله، بس بعد ما تسيب شغلك بيبقى عندك الجرأه انك تتحرك. لما بتسيب مره بيبقى تقدر تتنقل بعد كده، تتنقل بعد كده يبقى عندك الجرأه انك تتطور، يبقى عندك مساحه تكبر تعلى في شغلك. فالمساحه هنا او النقطه هنا انه اي منحه، اي محنه بتعدي عليك في وراها منحه. طيب استاذ ابراهيم، هرجع تاني للاخر. انا بصنف الاخر بناء على ايه؟ من هو الاخر؟ الاخر ده هو صديقي ولا هو الجنس الاخر؟ يعني الست شايفه الرجل هو الاخر، او العكس الصحيح، الاخر ده انا شايفه ان انا عايشه مثلا في دوله عربيه فالاخر هو الدوله الاجنبيه، مين الاخر؟ الاخر حسب وجهه نظري انا، يعني كل واحد فينا الاخر بالنسبه له يعني له شيء، زي ما قلنا فكره السبعه والثمانيه. فكل واحد فينا بيشوف الاخر بشكل مختلف حسب التربيه، حسب النشاه، حسب كل حاجه بالتدريج كده. فانا برجع اشوف الاخر بالشكل ده. الاخر ما بيعني لي حد مختلف عني بشكل عام، كاختلاف ديني، كاختلاف سياسي، كاختلاف راجل وامراه، اختلاف اسري، اختلاف افكار، متبني فكره ما، المهم ان هو حد مختلف.
طب ليه بعمم بقى؟ يعني انا ليه دلوقتي لما اجي اقول ان فلان اللي عنده راي كذا، زي مثلا ست تقول ان رجل ما مخطئ في كلامه او في وجهه نظره، فتيجي تقول ده كل الرجال، كل الرجاله. هي دايما بنعمم الخطا على الاخر. طيب ابتدي اكبر زي ما قلت لحضرتك الدايره بتاعت اعدائك، المجموعه اللي انا بحملها. يعني دايما بنقول المصريين. ايوه كويس. طيب دي عاده في ده مجتمع، يعني لفظ مجتمعي اكتر دارج في المجتمع، فكره ان هو تعميم. واي تعميم في الدنيا خاطئ. اي تعميم خاطئ. مفيش حاجه اسمها كل الناس، مفيش كل الرجاله، مفيش كل الستات، مفيش كل المصريين، يعني كل تعميم خاطئ. اي تعميم في الدنيا بشتغل عليه ده دايما تعميم خاطئ. فنحاول، بصي بحاول اخلي نفسي متعاطف، يعني فكرة الولد لو سقط في المدرسة فيقول الامتحان صعب كل الناس محلوش. بحاول اربط نفسي بجماعة، ان يبقى في شكوى معينة، ده كل جماعية. الناس بتشتكي من كذا، كل الناس بتشتكي من فلان، فابتدي حاجة فردية. بحاول اربط بقى نفسي. اكسب ناس كتير في صفي. يعني اصل هي يا فندم كمان زي ما حضرتك بتقول في ناس كتير مثلا بتقول المصريين بيعملوا كذا. للاسف اللي بيقول كده هو مصري زيهم، وهو اول واحد بيعمل بالمناسبه. فالفكره ملهاش علاقه بالجماعه، ليها علاقه ان انا بحاول. بصي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا تكن امعه، اذا احسن الناس احسنت واذا اخطا الناس اخطات. فكره ان انت ماشي ورا مع الناس، انت بتغلط زي ما انت قلتي، فكره ان هو ممكن يكون بيرمي في الشارع زباله ويقول كل المصريين بتعمل كل كده، كل الناس بترمي زباله. هو انت عشان بترمي بتحاول توجد نفسك مبرر. فاهم الفكرة؟ عشان انا برمي وعشان بعمل انا الفعل الخاطئ ده، ما ينفعش اقول انا لوحدي اللي بعمل. لو قلت كل الناس فانا ريحت ضميري كويس، فانا بدي مساحة لنفسي ان انا اتحرك مع الناس في وسط مجموعة مش بشكل فردي. يعني احاول ان انا اخلي طريقة تفكيري اكثر جرأة، خلينا نقول اكثر جرأة، فردية شوية مش جماعية. طيب الطريقة الفردية دي مش هتقودني للأنانية بعد كده؟ احنا قلنا انه الشخص اللي بيحب نفسه دايما مش أناني. بس هي يا فندم هتبقى يعني صعب التفريق، لان في ناس كتير بتبقى لا انا بحب نفسي اهو، طب انا عايزه. بصي تاني نقطه حب الذات دي، لان هو الموضوع بسيط جدا. حب الذات مش مقرن بالانانيه تماما. اللي عنده المساحه انه يحب نفسه يبقى عنده مساحه اكبر يحب الناس. اللي عنده مساحه انه يتقبل اراءه هو الشخصيه مهما كانت غريبه، يعني لو قعد يفكر في امور فلسفيه امور دينيه، قعد هو يفكر تقبل نفسه فيها، هيقدر يتقبل الناس. اللي عنده مساحة انه يسمع الناس هيقدر يتقبل ارائهم. يعني اللي عنده المساحة من القوة ان هو يقعد يسمع ويتقبل اكثر من حوار واكثر من رأي، صدقيني هو بيرتقي بنفسه، هو بيساعد نفسه على انه يكون مثقف اكتر، ان هو بيعرف اراء ناس تانية. صحيح، ما بيبقاش مقفول على دماغه، ما بيبقاش قافل، هو حاطط في نفسه في قالب بيقول هو رأيي صح وبقية الاراء خطأ. حاول نفكر بدماغ الآخرين شوية. نفكر بأفكار الآخرين. أستاذ إبراهيم أنا بشكرك شكرا جزيلا على حضورك وعلى النصائح اللي قدمتها لنا النهاردة. بشكرك شكرا جزيلا. أستاذ إبراهيم خطاب خبير التنمية البشرية، شكرا لك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكرة إن شاء الله أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية، إن شاء الله بكرة هنكون معاكم منذ الساعات الأولى من صباح الغد 26 من مايو في يوم مفتوح. تابعونا لتغطية كل تفاصيل لجان الانتخابات. إن شاء الله ألقاكم غدا. سلام.